تطرقت لجزئية مهمة، أنه أهلنا هم ناس بساط وطيبين، أغلبية المسلمين على فكرة أناس طيبون، لكن المشكلة أنه بيعكسوا طيبوبتهم على الإسلام، هم متخيلين كل شيء طيب وجميل فيهم هو موجود في الإسلام من غير ما يقرأوه. يعني لو احيانا لما كنت اناقش حتى مع اهلي، مع الوالده، مع الناس مقربين مني، لا يصدقون ذلك، لا يصدقون. ينبغي احيانا توريهم الايه وتوريهم التفسير. لو تشوف، لو بيجيهم هو بنفسه يخرج من التاريخ ويجي يقول انا عملت، ما يصدقوش. لان عندهم صوره جميله لهذا الدين، هي مش نابعه من الدين نفسه، هي نابعه من بعض الفضائل الموجوده عندهم. أخ رشيد، هو هذه الأكذوبة الكبرى، الإسلام هي اللي عاملة توازن نفسي للمسلمين، انهيار هذه الأكذوبة، اكتشاف أنها أكذوبة هو انهيار نفسي كبير لجميع المسلمين. يعني كانوا متخيلين أن هذه المنظومة جميلة وكل شيء طيب موجود فيها وكل شيء أخلاق، متعلقين عليها كل أمالهم وثقتهم. نعم صحيح. صحيح. أشكرك أخ رشيد كذلك. نعم. هل من الأخلاق في شيء، أو يدعي، هل يمكن لمحمد أن يدعي أنه لو ذرة من الأخلاق عندما جاء بآية كما ذكرت أنت، الأحزاب 50 و51، حتى تهب كل امرأة مؤمنة نفسها له؟ غريب هذا الأمر يعني. نعم. وصدمت به حتى أقرب المقربين إليه، عائشة. أكيد عائشة، وهي طامة الكبرى، هي عائشة. كيف أنه نبي عمره 54 يضاجع طفلة عمرها 9 سنوات؟ أنا حتى سأتطرق كل هذه الأمور، سأتطرق لها واحدة واحدة. أشكرك على الاتصال.